الله الرحمن الرحيم، أهلا بكم. في البداية خالص العزاء لمصابنا جميعا ولمصاب مصر من أقصاها إلى أقصاها. أي يد أثيمة امتدت إلى هؤلاء الأبرياء في بيوت الله الذي يرفع فيها اسمه. قتل الأبرياء، قتل، وبأي ذنب قتلوا؟ قتلوا لأنه في هذا العالم اليوم من لا يقتل إلا الأبرياء. كنت أنتوي أن تكون مقدمتي غير ذلك في برنامجنا الأهل ينتخب، ولكن أعترف بأنني في حزن شديد بعد هذا الحادث يجعلني لا أتحدث إلا عنه في مقدمتي. وثانية نكرر خالص العزاء لمصر جميعا ولكل البشر، لأن ما تم فعله اليوم لا ينتمي إلى جنس بني البشر. بسم الله الرحمن الرحيم، إنا لله وإنا إليه راجعون. صدق الله العظيم. رحم الله كل شهداء الوطن، رحم الله كل شهداء مسجد الروضة. ناس رايحة تصلي، ناس رايحة تدعي، ناس رايحة تؤدي المناسك، وسبحان الله الإرهاب ليس له دين. زي ما قلت لحضراتكم، ما تتفاجئش إنه بيدمر جامعة، لأنه دمر من قبلها كنيسة وهو ملوش دين. هو موجه عايزنا نقع، ولكن احنا مش هنقع. هتستمر الحياة، وهتستمر الأمور، وهتستمر الدولة، وهتستمر الأمة بقوة وإيمان ووحدة شعبها. لن نتركهم مرة تانية، لن نتركهم، مش هيقدروا يخلصوا علينا. احنا أقوى بكتير بالإيمان وبالقوة وبالعزيمة والإصرار، هنقدر نقضي على الإرهاب. أحمد عبود باشا، المليونير العاشق للكيان. يتخيل البعض أن النادي الأهلي يلفظ من يحبه لمجرد أنه يملك عنصر المال، وعلى عكس ما يتحدث هؤلاء بأن الأهلي يسعى البعض لشرائه، فإن التاريخ يحمل لأحمد عبود باشا الرئيس الثامن في تاريخ القلعة الحمراء الفضل في نقلة نوعية للكيان الذي عشقه ولم يبخل عليه بأي شيء. أحمد عبود باشا أحد أشهر وأبرز رجال الاقتصاد في تاريخ مصر. ولد عام 1889 ودرس الهندسة في جامعة جلاسكو في بريطانيا العظمى، وتولى إحدى الحقائب الوزارية في الحكومة العثمانية، وشارك في مشروعات إنشائية في العراق وفلسطين وسوريا. كان عبود باشا أحد أشهر مالكي شركات الملاحة ومن رجال هذا المجال في مصر في ظل امتلاكه أسطول من السفن. وعرف عبود باشا حب النادي الأهلي منذ الصغر. كان عبود باشا ينفق على النادي ومنشآته من ماله الخاص، فقبل أن يصبح رئيسا للنادي تبرع عبود باشا بمبلغ 3000 جنيه لصالح مشروع إنشاء حمام السباحة، وتم إقامة حفل تكريم له عام 1944 تقديرا لمجهوده. توجه له فيه رئيس النادي أنذاك أحمد حسنين باشا بكلمة شكر خاصة. وبعد عامين توفي حسنين باشا ليصبح أحمد عبود باشا هو الرئيس بالتزكية. ثم تبدأ مرحلة من أزهى عصور النادي الأهلي، حصل خلالها فريق الكرة على 9 بطولات متتالية للدوري منذ عام 1948 وحتى عام 1956. وكان عبود باشا ينفق على النادي من ماله الخاص رافضا أي إعانة من الحكومة. وبعد 15 عاما من النجاح تم إبعاد عبود باشا عن رئاسة النادي الأهلي عام 61 بسبب قوانين ثورة يوليو، بعد شهور من زيارة جمال عبد الناصر ومعه ملك أفغانستان للنادي الأهلي في أكتوبر
عام 1960. أهلا بكم مشاهدينا من جديد. كنا في المقدمة أنا وزميلي محمد فاروق كنا بنتكلم عن هذا الحادث الغير معتاد، لم نعتده حتى عندما بلغت درجة النزالة ودرجة الانحطاط. لم نسمع من قبل عن هذه الأعداد إلا في بيت من بيوت الله آخر في الكنيسة المصرية، وها هو في المسجد. يعني المحفروق فعلا كانت الخطة الأولى لما كانت في الكنيسة، والآن في المسجد لم يتركوا مكان مقدس أو غير مقدس. هم مش لاقين حاجة يحاولوا يظهروا فيها قبحهم غير بيوت الله. الضربات اللي كانوا بياخدوها في الواحات والصحراء الغربية وبداية سيطرة القوات المسلحة مرة تانية والشرطة المدنية على العديد من مجريات الأمور كانت حرقاهم، فما لقوش يعني أسهل حاجة ان انت ناس بتصلي الجمعه، تجمهر كبير جدا، الحدث الاهم بالنسبه لاي مسلم على مدار الاسبوع، فلاقوها حاجه يعني ما حدش كان يتوقع ان حد يعني هيضرب جامع. يعني هو بالتاكيد من يفعل ذلك في بيوت الله لا يمكن ان نلصق به ديانه، ما هو توجه. لا يمكن ان يكون له دين، لا يمكن ان تكون له مله، لا يمكن ان يكون له عقل او قلب او اي شيء من الشعور. يعني الآمنين بيوت الله جعلت للأمن عندما، لكن بيوت الله لم تكن في يوم من الأيام يا أخي. ده كان ده البيت اسمه بيوت الله. إذا كان البشر هناك خلافات بين البشر فهذا بيت الله، ولكن ما يعني هنقول إيه؟ أنت هنخاطب مين؟ يعني أنا بصراحة الموضوع منذ الصباح وهو مألمني جدا، لدرجة أني جعل الواحد في، يعني مش عايز أقول لك، في مود سيء للغاية. احنا ننتظر الرد ورد حاسم من القوات المسلحة. قبل ما نطلع كنا سمعين ان في 15 تكفيري تم قتلهم وتم رصدهم. عايزين نعرف تفاصيل اكتر عن هذا الحادث. لازم الشعب يحس ويشوف ان في رد حاسم وسريع، وزي ما قال سيادة الرئيس ان الرد هيكون حاسم ولن نتركهم. هو عموما بيعملوا كل هذه الأشياء، ولكن رد عليهم زمان أحمد شوقي وقال لهم صاحب الصباحي وبشر الأبناء بالمستقبل واسأل لمصر عناية تأتي وتهبط من علي. قل ربنا افتح رحمة والخير منك فأرسلي، أدرك كنانتك الكريمة ربنا وتقبلي. عايزين نقول ان المرشحين النهارده لانتخابات النادي الاهلي ايضا كانوا على مستوى الحدث. كابتن محمود الخطيب الغى ندوته اللي كانت المفترض انها تقام اليوم، ايضا المهندس محمود طاهر الغى الندوه اللي كانت المفترض انها تكون غدا في اهلي الشيخ زايد، ده طبعا تضامنا مع الاحداث. البلد في حاله حداد لمده 3 ايام، ولكن الحياه ستستمر طبعا طبيعي. لن يعني مش هيوقفوا البلد، مش هيوقفونا، مش هيوقفوا الدنيا، الحياة ستستمر، هنقوى وإن شاء الله نصمد ونبقى أقوى عشان نعرف نواجه، لأن مفيش غير القوة اللي في الوحدة. تمام. كان النهاردة ندوة الكابتن الكبير كابتن محمود الخطيب في أهل مدينة نصر وأرجعت إلى يوم الاثنين، ولكن أنا في حاجة، كان في الغد كان في إفطار عامله الكابتن محمود الخطيب في الساعة 9 صباحا، يعني حفل إفطار. أنا مش عارف هل سيتم إلغاءه أسوة بالندوة أم إن الأمر مستمر، فأنا كان حد بيسألني قلت له أنا ليس لي علم إلا بالندوة، لكن الإفطار ليس لي علم به. هو حتى الآن ما جالناش أخبار عن هذا الأمر، ولكن بالتأكيد يكون طبعا في الغد معلوم للكل. هنبتدي بإيه يا دكتور خالد؟ احنا عندنا النهارده، احنا بدأنا امبارح بقائمة الكابتن محمود ولا بالمهندس محمود طاهر؟ اعتقد كابتن محمود الخطيب كان اولنا، المهندس النهارده اولنا الكابتن محمود. طب اتفضل.
لا قولنا المهندس طاهر النهارده. قولنا النهارده المهندس طاهر اتفضل. زي ما قلت لحضراتكم اول خبر معانا تأجيل ندوة زايد حدادا على ارواح الشهداء. كانت المقرر انها تقام ظهر الغد باهل الشيخ زايد للحديث عن البرامج الانتخابيه ل او البرنامج الانتخابي لقائمه المهندس محمود طاهر، ولكن تم قرار التأجيل. المهندس محمود طاهر حرص في تصريحاته بعد هذا الحادث الأليم انه ايقاف ندوته اللي كانت مقامه المقر في النهارده اليوم في مقر النادي الاهلي بالجزيره من اجل تقديم واجب العزاء، وطلب المهندس محمود طاهر من الحضور الوقوف دقيقه حداد على ارواح الشهداء اللي اغتالتهم يد الارهاب الاثمه ظهر اليوم اثناء تواجدهم بمسجد الروضه بالعريش لاداء مناسك صلاه الجمعه. وجاء ذلك فور علم المهندس محمود طاهر بهذا الخبر الأليم أثناء ندوته في مقر نادي الأهلي. مصر لن تنكسر، ده كلام المهندس محمود طاهر اليوم. حرص محمود طاهر رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي المرشح والمرشح على المنصب ذاته في الانتخابات المقبلة على إيقاف ندوة قائمته المقامة حاليا في مقر النادي المقامة التي كانت مقامة بالنادي الجزيرة من أجل تقديم واجب العزاء لشهداء الوطن. هو ده نفس الخبر اللي انت قريته يا محمد، جاء ذلك فور علم. احنا انت قريت الخبرين في خبر واحد؟ في خبر بقى اللي هو هاني سهور. هاني سريع الدين. نعى الدكتور هاني سريع الدين القانوني والرئيس الأسبق لهيئة سوق المال شهداء سيناء الذين راحوا ضحايا للعملية الإرهابية التي استهدفت المصلين في مسجد الروضة غرب العريش أثناء صلاة الجمعة وبالتزامن مع الاحتفالات بالمولد النبوي الشريف. واعتبر سري الدين أن هذه المحاولات الإرهابية أن هذه الجماعات الإرهابية تتوهم بأنها قادرة على إسقاط الدولة، ولكن مصر صامدة بفضل جهود أبنائها المخلصين من الجيش والشرطة، كذلك بفضل وعي جموع الشعب المصري وتماسكهم. وأكد سري الدين أن استهداف هذه الجماعات المتطرفة للمساجد والمصلين ليس مستغربا، فهذه الجماعات الإرهابية بعيدة تماما عن الدين الإسلامي، كما أن أهدافهم السياسية هي المحرك الأساسي والدافع وراء إجرامهم بحق الشعب المصري. هو في يذكر أن لا كانت 184، يعني كان الكتب الخبر وهم 184 شهيد وإصابة 125. للأسف إن الأعداد تزايدت، لكن أنا لا أعرف بالتحديد وصلت لكم. هو حتى الآن ما فيش تقارير محددة، لأن في كل فترة يعني في فترة الأعداد المصابين واضح إن هم بيستشهدوا رحمة الله عليهم أجمعين كلهم. صراحة يعني إحنا بنتأسف لحضراتكم، حتى طريقتنا أنا والدكتور خالد صعبة إن أنت تطلع وتتكلم وفي هذا العدد من الشهداء، بيبقى الأمر صعب، لكن ربنا مهما بلغت خبرتك يا فاروق، ومهما بلغ شغلك، ومهما بلغت حرفيتك، لا يمكن أن تنزع إنسانيتك وأن تنزع شعورك. تخيل أنت داخل تصلي، تخيل كم أسرة وكم أم سكلت وكم امرأة ترملت وكم ابن تيتم لما قرية 750 يموت رجالتها. يعني أنا يعني رحمة الله عليهم، رحمة الله عليهم. هكمل مع حضراتكم في أخبار قائمة المهندس محمود طاهر. المهندس محمود طاهر مرشح طبعا على انتخابات الرئاسة، ذكر ان هيكون في توفير حافلات لنقل اعضاء الجمعيه العموميه بالقلعه الحمراء من ميدان التحرير الى مقر النادي للادلاء باصواتهم في الانتخابات المقبله، واوضح ان ذلك تسهيلا عليهم للمشاركه في العمليه الانتخابيه. المهندس محمود طاهر الحديث عن بيع الاهلي نكته سخيفه. وصف محمود طاهر رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي والمرشح على ذات المنصب في الانتخابات المقرر لها نهاية نوفمبر الجاري الحديث عن بيع شركة كرة القدم إلى بعض المستثمرين بأنها نكتة سخيفة. وقال طاهر خلال ندوته مع أعضاء الأهلي بالجزيرة، علشان نعمل شركة كرة ونجيب تمويل وأسهم في البورصة موضوع اقتصادي وقانوني بياخد وقت في الدراسة، مش كل واحد يفتي في الموضوع وتابع من امتى الاهلي بيبيع اي حاجه وليه ما بيعناش الاكاديميات.
كده خلصنا أخبار قائمة المهندس محمود طاهر، هنذهب إلى أخبار قائمة الكابتن محمود الخطيب، اللي زي ما قلنا لحضراتكم في البداية إن الكابتن الخطيب لغى نضوت اللي كان مقرر لها أنها تكون تقام في أهل مدينة نصر، وأصدرت قائمة كابتن محمود الخطيب بيانا أدانت فيه الحادث وأعلنت عن خالص أعزائها لأسر الشهداء وعن توقف كافة الأنشطة الدعاية والمظاهر الخاصة بالعملية الانتخابية. الأستاذ طارق قنديل المرشح عفو العضوية في قائمة المهندس الكابتن محمود الخطيب، هو كان مهندسا للكرة المصرية على مر تاريخه. أكد طارق قنديل المرشح على منصب العضوية فوق السن بانتخابات النادي الأهلي، أكد أن قائمة محمود الخطيب المرشحة لخوض انتخابات المقرر إجراؤها في 30 نوفمبر الحالي تسعى لاستعادة شخصية الأهلي المتميزة. استعادة، نعلم أن الاستعادة بعد فقدان، مش عارف، من خلال البدء في تصميم وإنشاء هوية معمارية لمباني ومنشآت النادي في فروعه الثلاثة وتطوير واجهات المباني فورا، مع وضع هذا الأمر في الاعتبار عند إنشاء أي مبنى جديد ليكون علامة مميزة للقلعة الحمراء. أضاف هناك اتفاق ومخطط لإنشاء متحف مؤقت بمنطقة المقصورة التاريخية بالجزيرة خلال 12 شهر بعد الحصول على التراخيص اللازمة. وأوضح قنديل أن القائمة اتخذت خطوات جدية وأعدت تصورا شاملا قابل للتحقيق في أقصر مدى زمني ممكن، مؤكدا أن هذا الملف له اهتمام خاص داخل برنامج قائمة الخطيب ويبقى في مقدمة أولوياته. الأستاذ محمد جمال الجرح المرشح في انتخابات النادي الأهلي على العضوية ضمن قائمة الكابتن محمود الخطيب، قال أن كل المرشحين في القائمة الأخرى كذلك المستقلين هم أصدقاء لقائمة الكابتن محمود الخطيب، وأضاف أن من استقبلوا القائمة في الندوة هم أعضاء الجمعية العمومية للأهلي. وأيضا أضاف أخلاق الكابتن الخطيب وتواضعه كانت طريقا لقلوب الملايين من الأهلوية من كل الأعمار، ووصل أن كل مجلس يسلم النادي للمجلس الذي يليه، وقد عمل قصة نجاح والأهلي له فضل على الكل، وهو أسهل مؤسسة يمكن التسويق لها. وتابع الناس تشعر أن هناك برنامج قوي وتجانس في قائمة، والقائمة تستطيع صناعة النجاح على أرض الواقع، وهذه هي أبرز مقومات قائمة الخطيب. وأكد أن روح الفلانة الحمراء تظهر في كل شيء وتعني العزيمة والإصرار، وأن لا تقبل أن تكون غير رقم واحد. وأضاف تم تقديم مقترحات للكابتن الخطيب بخصوص البرنامج الزمني ومدى توصيف أوجه القصور في الخدمات بالنادي، وتم عمل ذلك وتجميع حلوله في برنامج القائمة. وأيضا الخطيب أطلق على برنامج القائمة لقب عائلة النادي الأهلي لأنها ستشمل جميع عائلات النادي. ترى ما هي الرسالة التي وجهها الكابتن مجدي عبد الغني للكابتن محمود الخطيب؟ هذا ما سنعرفه في هذا الخبر. وجه مجدي عبد الغني عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة المصري ولاعب النادي الأهلي السابق رسالة إلى قائمة محمود الخطيب التي تنافس في انتخابات النادي الأهلي نهاية الشهر الجاري. عبد الغني قال في تصريحات للصحفيين على هامش ندوة محمود طاهر الانتخابية في الجزيرة: إذا كانت القائمة الأخرى قائمة الخطيب تحب النادي الأهلي لم تكن لتنافس في الانتخابات لتمنح طاهر النجاح بالتزكية ومعه قائمته من أجل استكمال الإنجازات. وينافس محمود طاهر ومحمود الخطيب ويتنافس محمود طاهر ومحمود الخطيب على مقعد الرئيس في انتخابات النادي الأهلي في 30 نوفمبر الجاري، بينما يتنافس العمري فاروق مع مصطفى مراد فهمي على مقعد النائب. وأضاف عبد الغني قائلا: الأهلي كان بحاجة للتطوير، وطاهر منذ توليه المسؤولية قام بعمل كبير وجعل النادي الأهلي مفخرة على المستوى الإنشائي والخدمي. وأنهى عضو مجلس إدارة النادي الاتحاد المصري لكرة القدم الهجوم على طاهر في قناة الأهلي، يعني هو ختمها بأن بيقول إيه؟ الهجوم على طاهر في قناة النادي الأهلي دليل على أن هذا الرجل جدع. هو بيقصد طبعا المهندس محمود طاهر لأنه يسمح بذلك. هنطلع نشوف تقرير عن المرشحات في النادي الأهلي على الأهلي على العضوية، ثم نستقبل ضيفنا الكبير نقيب الإعلاميين وأستاذنا كلنا الأستاذ حمدي الكنيسي. نطلع نشوف التقرير ونرجع ونكمل كلامنا.
ثلاث مرشحات تحملن آمال نون النسوة في انتخابات الأهلي. لا شك أن المرأة نصف المجتمع ودورها لا ينكره أحد في حياة أي أسرة أو فرد، والنادي الأهلي دائما يتميز بقدرات خاصة لأبنائه وسيداته أيضا، وهو ما تعبر عنه انتخابات النادي والمقررة يوم الخميس المقبل. تخوض ثلاث مرشحات سباق انتخابات النادي الأهلي على مقاعد العضوية، فالسباحة الشهيرة رانيا علواني تخوض الانتخابات على مقعد العضوية مع قائمة محمود الخطيب بعد مشوار حافل مع النجاحات الرياضية في لعبة السباحة وعضوية اللجنة الأولمبية الدولية، بجانب أنها إحدى أشهر أطباء النساء والولادة ونائبة برلمانية. أما شيرين منصور المرشحة للعضوية تحت السن مع قائمة المهندس محمود طاهر فهي إحدى بطلات السباحة في النادي الأهلي وعلى مستوى مصر وأفريقيا، بجانب أنها تحمل مشروعا مميزا تتولى دراسته بخصوص ذوي الاحتياجات الخاصة. وتخوض أيضا المذيعة الشهيرة منى عبد الكريم الانتخابات على مقعد العضوية بشكل مستقل بوصفها إحدى بطلات النادي الأهلي في لعبة الكرة الطائرة. إنه كبيرنا الذي علمنا الإعلام. الآن نحن في معية أستاذنا وأستاذ أجيال كبيرة وكثيرة دخلت الإعلام، بل هو أستاذ أفاتذتنا، إنه الأستاذ حمدي الكنيسي. أهلا بك فندم. أهلا بك يا خالد. أهلا بك. أهلا بك أستاذ حمدي، وبعز حضرتك وبعز الأمة الإسلامية ومصر كلها على الحادث الألم. الحقيقة يعني حادث بشع، ويعني قمة الخسة، ويعني يعني قمة الإرهاب بصورته الحقيقية المرفوضة تماما، قبيحة والقبيحة أيضا الحقيقة. فطبعا تعزينا لأسر الشهداء ودعوتنا للمصابين ان ربنا يكون معاهم ان شاء الله. حمدي، سيادتك من الذين عبروا في 73 ومن الذين ذهبوا مع قواتنا المسلحة في الحرب العظيمة في حرب 73 العاشر من رمضان، هل كان من الممكن ان يتخيل الإعلامي والمواطن المصري حمدي الكنيسي ان يأتي على مصر يوم يفعل بها هكذا؟ يعني بعد ما حضرت حروب، هل ممكن كان يتصور الأستاذ حمدي أنه ممكن يحدث هذا الإرهاب بهذا الشكل القبيح؟ الحقيقة يعني هو كان فيه توقعات
من أول ما ظهرت بوادر مخطط الشرق الأوسط الجديد. نعم. والفوضى الخلاقة كما قالتها كونداليزا رايس. نعم. ومن خلال قراءات ومتابعات ومعرفة أن تم فعلا اعتماد في إحدى لجان الكونجرس المخطط إياه، ومصر هي الجائزة الكبرى، فكان متوقع يحصل شيء. وزاد التوقع عندما أفلتت مصر من المخطط ده بالموقف الشعبي الرائع وموقف الجيش الرائع جدا في 30 يونيو. هل مصر مستهدفة أستاذ حمدي؟ هل مصر فعلا مستهدفة؟ بالتأكيد بالتأكيد. ومهما تصورنا أن الأمور هديت وأن هم خلاص بدأوا يتفهموا، والجهود المكثفة اللي بيبذلها الرئيس عبد الفتاح السيسي مع أمريكا ومع أوروبا والجهاز الدبلوماسي أيضا مع ده كله، إنما واضح أن فيه شيء مخطط مش عاوزين يتنازلوا عنه، مش عاوزين يتراجعوا عنه، لأن هم يعلموا جيدا أن سقوط مصر معناها المنطقة كلها صارت في جيوبهم. مش عاوز كلام. تمام أستاذ حمدي، أنا هنقل حضرتك لموضوع آخر. دائما كنا نتعلم أن الرياضة جزء لصيق لا يتجزأ مع السياسة، وأن الانتخابات عموما حتى وإن كانت في مركز شباب فهي سياسة. هل تجد حضرتك أن موبقات السياسة دخلت في الرياضة؟ والله ممكن نقول هذا الكلام، أن موبقات السياسة وألاعيب السياسة ولعن الله السياسة والساسة ومن يسوس وكل ساسة وساسة ويسوس. واضح أنها دخلت في المجال الرياضي، ويمكن الإعلام الرياضي ساهم في ذلك بشكل أو بآخر. ثم جاءت المشكلة الأكبر من خلال مواقع التواصل الاجتماعي، والمنافسة خدت شكل مختلف عما كانت عليه الأمور من قبل، وبالتالي صارت الانتخابات عرضة لتجاوزات وألاعيب ومخططات إلى آخر. تمام أستاذ حمدي، بعدت سنين عن الأهلي كعضو مجلس إدارة، فهل بعدت الروح إذا كان الجسد كان بعدة؟ لأن الآن يتقال أن الأستاذ حمدي منذ آخر انتخابات حضرتك كنت سنة 88 مع الكابتن الوحش، وعملت سنة مع وعدت دورة مع الكابتن صالح رحمة الله عليه، يعني كان الآخر 92؟ 92. تلك السنوات اللي حضرتك بعدت فيها عن النادي، والبعض يردد أن الأستاذ حمدي القنيسي كان بعيد. أي نعم كان رئيسا للجنة الثقافية والإعلامية، ولكنه بعد، كيف ترد؟ لا أنا ما بعدتش إطلاقا، وبالعكس أنا دوري مع النادي يمكن إعلاميا بعد ما سبت المجلس الإدارة، وما عدتش بحضر جلسات ولا لجان ولا غيره، إنما دوري كان مستمر في الخارج. يعني أنا مثلا أعتقد إن أنا يحسب لي إن لما لقيت نسبة المعلقين الرياضيين للنادي المنافس أضعاف عدد المنتمين للأهلي، أنا أقنعت ميم الشربيني ودربته، وعدد آخر منهم ناس ما حبوش يكملوا. ميم الشربيني واحد من الأفضل إن لم يكن الأفضل. الأفضل بالتأكيد. أنا معاك، الأفضل يعني بالتأكيد. لازم أشهد بذلك. أكاديمية التعليم. وأحمد ومحمد شاهدته، لأن محمد أصلاً كمان معلق ويعي ما يقوله في كابتن ميمي. يعني طبعاً. حسمها يعني. يعني كان كابتن ميمي كان بيجيب معلومات في الثمانينات عن الفرق الأوروبية. كانش فيه إنترنت، ما كانش فيه فيسبوك، ما كانش فيه أي وسيلة. وكان الصراحة بيجيب معلومات فوق الوصف، ودي حاجة الواحد كان بيسأل نفسه، وخاصة من جيلي. وكان بيجيب المعلومات دي منين؟ وبقى مدرسة. يعني بقى مدرسة. تمام. وكان آخرهم ممكن شوبير. تمام. إلى آخره يعني. فأنا لم حضرتك الكابتن شوبير دخل التعليق وحضرتك رئيس إذاعة. طبعا. تمام.
فيعني الامور دي كلها تؤكد ان انا العلاقه مستمره لم تنقطع. الزيارات قلت شويه لسبب او لاخر، انما بالتاكيد العلاقه لم تنقطع اطلاقا. تمام. اللجنه الثقافيه ما زال الجميع يحلف بها في ايام الاستاذ حمدي الكنيسي. انا اتذكر كعضو جمعيه عموميه الندوات و و و. استاذ حمدي، سنه 88، اصل انا ليه تذكرت الموضوع ده؟ كابتن شوبير الكابتن الخطيب قال ان انا اقنعت مهند مجدي الا يستقيل لكي لا يقع مجلس المهندس محمود طه. هناك حادثه شهيره حدثت في مجلسكم، مجلس الكابتن الوحش. هذا المجلس من المجالس النادره اللي استقال فيه اعضاؤه. كان من ضمن الاعضاء اللي استقالوا ووقع المجلس الكابتن الخطيب، ولا انا كنت لسه مش فاكر؟ لا، كان منهم الكابتن الخطيب، وهي كانت مؤامره مدبره لاسقاط الكابتن عبد الصالح الوحشي. ليه؟ لان هو الرجل، وعلى فكره الرجل ده من الرموز العظيمه في تاريخنا. الديمقراطيه بمعنى الديمقراطيه، العلم جنب الخبره، مش عاوز كلام. انما يعني يبدو ان بدا للبعض ان لو الوحش كمل دورته ما يعني هيقفل السك على اي حد تاني، صعب اسقاطه هيقفل السك على اي حد تاني. فبدات المؤامره وحدثت الاستقاله، يعني حتى من المواقف اللي يعني اللي توضح شخصيه عبد الصالح الوحش انه فرقه الكره وقعت شويه. ايامها هو كان على خلاف معلن وتراشق بالالفاظ بينه وبين الجوهري. كان مدير فني؟ لا، كان لسه بره. كان بره. كابتن جوهري كان ساعتها بره. تمام. ففي الاجتماع الوحش قال يا جماعه بصراحه الفرقه دي محتاجه واحد فقط اسم الجوهري. رغم خلافي. رغم حتى واحد بص له كده قال له والله جرى يا كابتن ده انتوا لسه. قال له لا مالكش دعوه، الناحيه الشخصيه دي شيء. جابوا بعدها انا لا ولا مجاش. لم يأتي لان بدات الضرب بقى في الوحش ايه؟ مش عايزين يجي. ان الجهر ما يجيش. عشان الفريق ما ينصلحش؟ ممكن، كل شيء وارد. وانا حتى اذكر ان انا قلت للكابتن الخطيب لما لقيته برضه من ضمن اللي بيقول له لا ما يجيش الجهري، قلت له يا محمود انا عندي تسجيل ليك بصوتك وانت بتقول الجهري ده لو عينيه خضره وبيلبس برنيطه يبقى احسن مدرب في العالم. تقصد لو كان اجنبي؟ خواجه. لو كان اجنبي. يعني لو كان اجنبي يعني ممكن يبقى من احسن او احسن مدرب في العالم. قال لي معلش ما انا قلت يعني الى اخره يعني. وحصلت الخمسه اللي استقالوا دول. الكابتن الوحش كانت مشكلته المثاليه الزائده. هو كان يملك انه دخل المجلس خمسه من اللي كانوا في الترتيب اللي ما نجحوش. قال لك لا نعمل انتخابات. كانت اللائحه بتقول ان انت تدخل خمسه على طول. كانت لسه اللائحه وقتها كانت ماشيه تصعد. يصعد. هو رفض ده وقال نعمل انتخابات؟ نعمل انتخابات. انتخابات عامه؟ انتخابات كامله. كامله. بس فعمل انتخابات ولم ينجح. وكانت حتى انا اذكر الدكتور كمال درويش رئيس الزمالك وقتها وبرضه استاذ في المعهد التربيه كان استاذ اداره الاعمال. فعجبه قال له يا عبده انت ايه خلاك تعمل انتخابات؟ انت ليه ما نافستش بتاع؟ قال انا قلت نرجع للناس ونحتكم لهم. هو الراجل الحقيقه بقول لك كان مثالي اكثر من اللزوم. فدي كانت المشكله. استاذ حمدي وحضرتك استاذنا ونقيب الاعلاميين وكلنا تعلمنا من حضرتك، كيف ترى تعامل وسائل الاعلام مع انتخابات النادي الاهلي حتى الان؟ هو وسائل الاعلام ما زالت تعاني من حالات الانفلات وعدم الالتزام بالمعايير المهنيه، والاعلام الرياضي بالذات خطير جدا لان جمهوره واسع جدا. نعم. وبالتالي اي اخطاء بيبقى صوتها قوي ونتيجتها يعني فاقعه. فبعض القنوات بالتاكيد خرجت عن الموضوعيه تماما،
خرجت عن الصورة الحقيقية للإعلام وتحولت إلى يعني دعاية مباشرة لجانب واحد دون الآخر وخط في الجانب الآخر إلى آخر. موجودة هذه للأسف يعني. بعض القنوات بتحاول تتوازن أو بعض الصحف حتى كمان نفس إنما برضو المحاولة خاضعة لتأثير القائمة الأخرى بما تمتلكه من خبرات معينة في دفع أجهزة إعلامية إلى مواقف معينة بشكل أو بآخر وبطريقة أو بأخرى. الخبرات دي مدح ولا ذم؟ نعم؟ كلمة الخبرات المعينة مدح ولا ذم؟ لا ده هنا ذم. هنا ذم لأنها خبرات مش غير محمودة. غير محمودة. غير محمودة جدا. لا يعني يقول مثلا غير محمودة جدا، كلمة جدا هتخرجنا من حاجة يعني. نقول غير محمودة جدا. استاذ حمدي يعني لمين، مين السبب؟ يعني النهارده سيادتك وانت نقيب للاعلاميين وعضو اللجنه الهيئه الوطنيه للاعلام، عندما تكون الساحه في الاعلام ككل والاعلام الرياضي بوجه خاص على هذا النحو، على من نحمل المسؤوليه؟ نطلق الرصاص على من؟ على انفسنا احنا ابناء التلفزيون، ولا على اساتذتنا، ولا على مين انها تركت الساحه بهذا الشكل حتى تولاها كل يعني البعض البعض يعني ينقصه سنوات لكي يكون جاهز لمين؟ يعني هي حالة الإعلام بصفة عامة. احنا خدنا الإعلام الرياضي كنموذج، انما بصفة عامة حالة الإعلام اصابها ما اصاب المجتمع من حالة فقدان للتوازن والقيم والمبادئ سقطت. انفلات؟ انفلات يعني ما تحملهاش. وايضا لغياب الجهه التي تتابع وتراقب. قبل كده كانت الدوله بتتدخل. الدوله شلت ايدها من العمليه ديت، مالناش دعوه، المجتمع المدني متمثلا في نقابه الاعلاميين هي اللي تتولى ده. انت عارف يا خالد طبعا النقابه اتاخرت قد ايه على ما طلعت. طبعا ده كانت حروب يا فندم. اتاخرت بشكل بشع، وحتى وقتنا هذا في بعض العقبات بنحاول نتخلص منها. انما النقابه لما بتستكمل قوتها تماما اعتقد هتقوم بدورها، واعتقد هتنجح ولو بنسبه 70% من اعاده التوازن للاعلام كله. هل في خطوات يا فندم ابتدت تؤخذ بهذا الشأن؟ احنا فعلا بدانا، ويمكن تعلم كابتن محمد ان احنا اوقفنا اكثر من اعلامي واعلاميه واخذنا خطوات في هذا المجال، وطلعنا ميثاق الشرف الاعلامي اللي هيكون ملزم تماما. طب هل مالك القنوات بيستجيبوا؟ اللي حصل ان كلهم كانوا بيستجيبوا بصراحه وبينفذوا تماما وبنتصل بيهم وبنبعت لهم، انما حصلت واقعه اخيره يعني خاصة بأحمد موسى لما هو كجزء من ما يحدث في الإعلام ذاع فيديو أساء للرجال الشرطة والقوات المسلحة في حادثة الواحات. نعم. وإحنا أخذنا موقف، إنما اللي عطل العملية إن في لبس لدى المجلس الأعلى للإعلام، و يعني اطلقوا تصريحات ان لا ده الفيديو ده دس عليه، ده مش مبرر برضه يعني. مفيش حاجه اسمها دس عليك ازاي وانت راجل عندك رئيس تحرير وانت اساسا لازم تسمع الحاجه وتعرف. وهو في الاساس اعتقد كان صحفي. هو صحفي اعتقد. هو صحفي يعني. اذا لما هو بقى المجلس الاعلى قال له لا ده كفايه انه اعتذر الى اخره، احنا كنا خدنا قرار بالايقاف والتقدم للتحقيق. فالعمليه يعني جمدت، مش عايز اقول انتهت او حاجه، انما هي جمدت لان احنا ما زلنا عند موقفنا من المحاسبه عما حدث. طيب استاذ حمدي، حضرتك تركت اكثر من انتخابات في دورات سابقه، لماذا تم التفكير بل والتنفيذ في هذه الدوره بعد البعد سنوات عن مجالس الادارات، ولماذا مع المهندس محمود طاهر؟ اولا انا فعلا ما كانش عندي النيه للتقدم، انما بعض اعضاء الجمعيه العموميه
اولا بداوا يكلموني يقول لي ما انت تدخل الرئاسه ليه ما تخشش انتخابات رئيس المجلس. فقلت لهم يا جماعه عندكم محمود طاهر واللي عامله والانجازات وتفكروا ليه في الرئاسه، وانا عن نفسي انا عندي مشاكل النقابه واخده وقت كله يعني، فانا لا داخل الرئاسه. قالوا طب عضو طم ولا عضو. يعني حضرتك رفضت في البدايه. يبدو بقى ان المهندس محمود طاهر بلغوا ان انا اتكلمت عنه بهذا الشكل. وهو على فكره منظم جدا ودقيق جدا. يعني حتى في اختياراته للقائمه كلها تحس ان هو بيختار بعنايه شديده جدا. فلقيته بيكلمني وقال لي، قلت له والله انا بيني وبينك باشمهندس انا مش ناوي. قال لي لا ده احنا محتاجينك والخيمه محتاجاك و فانا وافقت فورا لان انا حسيت ان ده من واجبي، وهتندهش ان انا اقول من واجبي الاهلاوي والوطني. ليه يا فندم؟ الاهلاوي انا كاهلاوي. لا الوطني انا ما لسه هقول لك. انا كاهلاوي حاسس ان هذا الرجل لديه فكر، لديه قدرة على التنفيذ، نتائج ما واضحة على الأرض، واقع إنشاءات ونشاط حتى رياض وكل ده. فمن حق أنا كهلاوي أن أتمنى أن هذه المسيرة تستمر. كوطن ليه بقى؟ أن أنا بأنظر للأهلي كواحدة من أكبر وأهم المؤسسات في مصر. يعني احنا بنتكلم على المؤسسة العسكرية والمؤسسة القضائية إلى آخره. الأهل بقى بيجي بيتقدم كمؤسسة رياضية بالتأكيد. فأن ينجح الأهلي في تحقيق ما يتطلع إليه كل عضو من أعضاء الجمعية العمومية رياضيا وثقافيا واجتماعيا، يبقى أنت هنا برضو بتفيد البلد. وأنت تعلم أن مشكلتنا يا كابتن محمد حاليا حالة من التدهور الثقافي، انت محتاج دي بشده، محتاجها قوي، خاصه ان مع محاوله بث الوعي لدى الناس في مواجهه الارهاب والمخططات وكل ده، دي محتاجه ثقافه. فانا خدتها من هذا المنظور. وبالفعل يعني وانا باخد القرار كان على طول في ذهني تجربتي السابقه كرئيس لجنه الثقافه والاعلام في النادي، ولما كنا عاملين انشطه ثقافيه غير مسبوقه ونجحت نجاح يعني انا اذكر كنا بنعمل امسيات وندوات كان بيحضرها عدد لا تتخيلوه. صاله كمال حافظ دي شهدت حاجات كتير. ده صاله كمال حافظ ولا حمام السباحه؟ ولا حمام السباحه في الصيف. لما نجيب مثلا مسلسل رأفت الهجان، انا فاكر يومها وفاكر يحيى العالم جبت يعني مسلسل لحد دلوقتي الناس بتقعد تتفرج عليه وكانه دكتور خالد لسه بيتعمل. يحيى العالم انا ويجي البطل وجت زوجة رأفت الهجان اللي هي كانت فرنسا اللي هي مرأة زوجته جت هيلين جت هنا جت مصر. انا اللي جبتها. فاكر هيلين. انا اللي جبتها. فتخيل بقى ما كانش فيه يعني ايه مكان لبني ادم، كل المكان مليان على الاخر. شوف انا فاكر اسم زوجة رأفة الهجان ازاي؟ اتفضل. فغير بقى الندوات الثقافيه المباشره. اول نادي يعمل نادي سينما، وكنا بنجيب افلام تعرض لاول مره قبل الانديه، قبل دور السينما. انا فاكر فيلم كان لنور الشريف الله يرحمه، وكلمته قال لي بس ما تستنى على ما ينزل. كان سوال اتوبيس اعتقد، سوال اتوبيس. انا فاكره. قلت له لا احنا الاهلي والى اخره يعني. استاذ حمدي انا عايز اقول حاجه، ويعني سيادتك الوجه الوحيد اللي موجود فوق سن يمكن محمد جمال قليل اللي ليكم تواجد سابقه في النادي، يعني قايمه فوق السن باستثناء حضرتك والكابتن رصيد محمد. عند الناس اللي لنا موجود. رصيد. طيب بما ان انت رجل انت ودخلت انتخابات مجلس الشعب وكنت عضو مجلس الشعب ووكيل لجنه الثقافه والاعلام في المجلس الى اخره، ولكن يعني كرجل انتخابات الم تشعر انه كان يجب المزج ما بين الملفات التي سياخذها كل مرشح بقيمته الكبيره دي مع الانتخابات على الارض؟ يعني الم يكن المزج من الافضل من وجهه نظر سيادتك؟ لا ده انا بعتبر ان فكره الملفات برضه دليل على فكر محمود طاهر.
بدل البرامج والوعود وهنعمل ونعمل، فقال لا احنا نعمل ملفات أجندة عمل في كل مجال، 12 ملف ل 12 مرشح ومختارين بعناية. يعني لما أقول الملف الرياضي مثلا مصطفى مراد فهمي، مراد طبعا لما تتكلم تقول مصطفى مراد فهمي بخبرة قارية ودولية في الإدارة وأظن يعني ما حدش يتخيل إن في حد آخر ممكن يكون مكانه. ملف الإنشاءات يقول الدكتور محمد يحيى من أكبر الاستشاريين في الهندسة، وأيضا ليه تجربة مع النادي، يعني هو وراء معظم الأمور اللي تمت هنا. لما يقول الملف الإعلام والثقافي فقال حمدي كنيسي، لما يقول الملف القانون والاقتصادي هاني سري الدين الأخيرة يعني، فتحس إنها متفصلة على كل واحد. والأهم بقى إن الواحد ده هيقدر يعملها، مش مجرد كلام، لا ده حاجات محددة، أجندة عمل لكل واحد بالتأكيد. طبعا كل ده بيتم في الإطار العام يا خالد، يعني مش كل واحد بقى واخد الملف بتاعه ومد ظهره الباقيين، لا ما هو ممكن جدا وأنا بشتغل يعني في نشاط الثقافي بتاعه وغيره يبقى ده يحصل مزج بيني وبين تكامل، سيمترية تكامل. فهي فكرة أنا بعتبرها فكرة موفقة تماما، وتدل على الجدية الكاملة في العمل المتفاني المتجرد لصالح النادي الأهلي. تمام أستاذ حمدي، في الناحية الثقافية هل هيكون في برامج أو في بعض يعني ممكن الأفكار التي تجذب عضو جمعية عمومية للنادي الأهلي بالفعل أنه ينشط ثقافته أو يحدث منها أو يطور منها؟ بالتأكيد، ومن ضمن الأفكار برضو إلى جانب اللي أنا ذكرته من تجارب سابقة واللي هنعيدها إن شاء الله، هتبقى في مسابقات ومثلا يعرض كتاب على مدى شهر ومسابقة للناس، ممكن يجي يعرض ملخص الكتاب وياخد جائزة وإلى آخره، ودي هنعملها مع الشباب بشكل مباشر. الصالون الثقافي، صالون النادي الأهلي الثقافي، أنا بأتصور أنه هيبقى الصالون الثقافي رقم واحد في مصر. تنتوي إيه يا فندم؟ تعمله إزاي؟ أولا مستوى الناس اللي هيجوا في كل مرة، هنجيب قمم في المجال الفني والمجال السياسي والمجال الرياضي والمجال الأدبي كل ده، ولما بيجي وبيتم الإعداد بشكل جيد وحاجة زي التوك شو، يعني مش مجرد ضيف بيجي، لا ده أنا على فكرة أنا أذكر مرة جبت هنا أيامها يعني شخصيات كبيرة جدا في المجال العسكري والسياسي. أنا حضرت في سيادتك كنت بتعمل إبان حرب، ذكرى حرب أكتوبر، كان بيجي قادة عسكريين وقادة المشير الجمصي وغيره وغيره. أنا شفت المشير عبد الغني الجمصي، وحتى جبت كمان من المجال السياسي شخصية جدلية مثيرة اللي هو زكي بدر وهو وزير داخلية، كان ساعتها وزير داخلية. أنا ما حضرتهاش دي بصراحة، يمكن أنا كنت بخاف منه حتى ما حضرتهوش ندوة. لما هو حتى أنا لحقته في الندوة لأن هو أنا قلت له إيه يا فاتر الوزير، أنا عارف اللسان على طول رحمة الله عليه. فقلت له إيه أنت طبعا جمهور الأهلي وحب فيه سيدات وبتاع، قال لي عاوز إيه يا سيدة بقى مؤدب السكونيسة، حاضر حبقى مؤدب. دي كانت شخصيته يعني. يعني هل من الممكن أن يحدث هذا مرة أخرى أن يتم استقطاب الوزراء للتحاور مع أعضاء الجمعية العمومية للنادي الأهلي؟ ده ممكن جدا، وأنا يعني يمكن بعتمد على علاقاتي والحمد لله مع كل المستويات دي، فما أسهل إن أنا أعمل ده. هل ممكن استغلال الندوات الثقافية يعني ولا تدع يعني نصيبك من الدنيا؟ هل من الممكن أن تتخذ تلك الندوات أو تلك الشخصيات من أجل خدمات للنادي وخدمات لأبناء النادي وأعضاء النادي؟ بالتأكيد، ليه لا؟ وأنا لما أجيب وزير الثقافة مثلا وفي نهاية الندوة بيتفق على
نعمل مسابقه والمبدعين من الشباب في المجال الادب و وزاره الثقافه او الثقافه الجماهيريه تطبع لهم كتب مثلا يعني. لا ممكن في كل مجال، في كل مجال ممكن تلاقي ده. نادي الشمسيه والكرسي او مجلس الشمسيه والكرسي ده اللي كان بيتقال دايما او بيتقال يعني، انا البعض جه قال لي وكان بيكلمني كعضو وبيقول له ايه اللي عمله المهندس محمود طاهر غير انه دهن وعمله كده. لما يتقال الكلام ده طبعا انت عارف الانتخابات كل شيء متاح ومباح طالما بنبعد عن الاعراض، مع انها دخلت والله كمان في الاعراض. ترد حضرتك تقول ايه لان المجلس ده اللي انت سيادتك داخل النهارده مع رئيسه اللي هو بيتقال عليه كده. هو اللي يقول هذا الكلام بيقوله عجزا. عجزا. لانه ليس لديه من الانجازات انه يتباهى بيها ويبدا يعرضها ويقول انا كذا وتاريخي كذا وعملنا وعملنا وعملنا. انما لما يبقى قاعد دوره ودوره ودوره ما يقرب من 20 سنه وما عندوش هذا الرصيد من الانجاز فهيعمل ايه؟ يبص بقى للي عنده انجازات ويحاول يقلل منامتها. وبعدين هي مش شمسيه وكرسي، اولا ده رمز. الشمسيه والكرسي معناها ان انا بحترم عضو مجلس عضو الجمعيه العموميه، وبدل ما يقعد على كرسي المسامير تقطع له بنطلونه او في الشمس او لا انا بوضب له حاجه محترمه ونظيفه. وعلى فكره المهندس محمود طاهر اتكلم في الحكايه دي وقال يعني دي لها جانبين. الجانب الاول ان انا بقى اعمل خدمه للاعضاء بحيث يبقى قاعد مرتاح، ومش بس بقى امتداد للكرسي والشمسيه، حمامات محترمه. انت عارف في جولاتنا خالد بعض الاعضاء يقول لك انا كنت باجي انا والمدام واولادي وبنمشي بدري لان ما نقدرش ندخل الحمامات. تخيل، فكنا بنمشي عشان نروح الحمام في البيت، الحمامات الى اخره، ففي خدمات اخرى بقى. فكل ده كان لصالح اعضاء الجمعيه العموميه، ثم افاد ماديا للنادي. بمعنى ان لما الاعضاء بداوا يحسوا يرتبطوا بالنادي ويحكوا لاصدقائهم ده النادي بقى حاجه جميله تروحي تقعدي والمطاعم شكلها مختلف وكل ده، فده بقى يغري اعضاء ناس من اللي بره يجوا يشتركوا في النادي. فبلغت نسبة أو مردود الاشتراكات اللي جت حوالي 400 مليون. تمام. وجم باشتراك كبير وكل ده. فأدي يا سيدي الشمسية والكرسي. إنما عايز أقول لك هي دي طريقة اللي ما عندوش ما يعني يزهو به فيخبط في اللي عنده حاجة يقول له يقول لك لا ده ودهان يقول لك ده بس دهنه. روح 100% عندكم السكواش مثلا اللي قالوا عليه ان هو اندهن. حاجه تحفه. انت بالتاكيد يا خالد رحت، مش عارف محمد راح ولا لا، نادي الشيخ زايد. نادي الشيخ زايد اصلا انا جنبه فعلى طول هناك. كان مجرد سور ومبنى صغير، كان مبنى الاكاديميات، هي كان اكاديميه صغيره وكانت بتتعمل فيها وصحراء شاسعه رمل وكله. ده لو كان اتعمل فيه حاجة زي دلوقتي زي اللي عملوا فيه محمود طاهر ومجلسه، كان بقى بدل ما نقول ده فلان كذا يقولوا لا ما احنا عملنا كذا، مع ان كان عندهم الارض وعندهم كل حاجة. ما لم تنتهي الامور الا بهذا الشكل الهزيل، سور ومبنى صغير وصحراء رمل وصحراء. احنا عندنا كلام مهم جدا وعندنا اسئلة مهمة جدا لأستاذنا نقيب الاعلاميين الاستاذ حمدي كونيسي. ادي حضرتك الكلام اللي حضرتك كنت بتتكلم عليه على فرع الشيخ زايد، ولكن هنكمل كلامنا واسئلتنا وبعد هذا الفاصل، ما تروحوش بعيد. النادي الاهلي حبيبي. الآن
اهلا بكم من جديد مشاهدينا، ونكمل كلامنا واستاذنا الاستاذ حمدي الكنيسي نقيب الاعلاميين واحد المرشحين في قائمه المهندس محمود طاهر. استاذ حمدي، النهارده كان في ندوه للمهندس محمود طاهر وحضرتك كنت موجود فيها، ايه ابرز ما جاء في هذه الندوه؟ هو ابرز ما يعني تتسم به هذه الندوه اولا اقبال هائل من اعضاء الجمعيه العموميه، لدرجه ان القاعه الكبيره جدا اكتظت بالموجودين، فالناس قاعدين بره يعني وبتابعوا بهذا الشكل. كانت في شاشات في الجنينه؟ نعم، النهارده كانت في شاشات كبيره في الجنينه بره. ايوه، ما عشان الناس ما المكان تمام. نمره 2، الطريقه اللي ادار بها المهندس يعني محمود، الحقيقه هو عنده قدره على عرض افكاره بشكل منظم جدا، عرض الانجازات الاول ومصحوبه ببعض الافلام او الفيديوهات اللي بيبين، وبعدين هو بس في فتره كان يعني ايه، حتى قال يا جماعه معلش انا بفضفض شويه، لما ايه لقى نفسه بيرد على بعض الاتهامات او الادعاءات اللي هي كرسي وشمسيه وحاجات كده رد فيها، انما برضه بتوازنه فعرض عرض جيد جدا. ثم عرض القائمه بتاعته وفلان ليه يمسك الملف ده وفلان يمسك الملف ده. اعتقد كان في قبول كبير جدا من اعضاء الجمعيه، وحتى تعليقات منهم كان بتقطعوا عشان فهقول لهم طب بس هكمل الى اخره. ثم كانت مفاجاه مجدي عبد الغني. ايه يا فندم؟ اولا لا ده قبل كده يا محمد، من ضمن الحاجات المهمه جدا مين كانوا قاعدين في الصف الاول معانا من اسره الفريق محسن مرتجي، من اسره المايسترو صالح سليم، جايين يعلنوا تأييد الاسرتين بشكل كامل. من الفريق مرتجي كانت جت اميره وكامل، وبعدين من أسرة المايسترو صالح سليم كان خالد سليم النهارده، خالد سليم، إلى جانب برضه بعض الرموز أسرة منصور المعروفة بتاريخها يعني. تمام. ثم أيضا أضيف إلى هذا الإنجاز اللي بيؤكد الثقة الكاملة في محمود طاهر والقائمة، عدد من الرياضيين، مجدي عبد الغني، طاهر أبو زيد، صلاح حسني، صلاح حسني، يعني برضو ده كان شيء، فدي حاجات مهمة جدا ما تقدرش تتكلم عن الندوة دون أن تتوقف أمام ما يعني وجود ده ووجود ده ووجود ده. طب إيه مفاجأة بقى كابتن مجدي عبد الغني؟ مجدي بطريقته البلدوزر خد الميكروفون، انتزع الميكروفون ووقف يتكلم. فاحنا في القائمه متحفظين قوي في يعني الرد على اي ادعاءات او يعني مش عايز اقول مهاترات، يعني بهدوء ويعني متحفظ شديد، ما فيش كلمه تتقال. وقلنا لا احنا لن ننزلق الى يعني تبادل. هو بقى لا، هو خد حريته، انما من ضمن الحاجات اللي قالها وقالها وتحس بصدقه، قال المفروض اللي شاف الانجازات اللي عملها محمود طاهر من الانشاءات ومن الرياضه، وهو كرياضه طبعا ذكر اللي تم في كاس بطوله الدوري والكاس والكونفدراليه والكاس بعد 10 سنين من غيابه الى اخره، والوصول الى نهائي افريقيا الى اخره. قال يعني المفروض ما حدش كان يدخل قدامه، المفروض ده كان ننجح بالتزكيه. قالها كذا مره. تمام. استاذ حمدي، في خاطر دايما يجي لي ان هناك تشابه اراء، ما اعرفش اذا كان صحيح، بين الكابتن الوحش والمهندس محمود طاهر، مش عارف. والله يا خالد انا اكاد اصل معاك الى ان هو برضه الجانب العلمي موجود، مش عاوز كلام. الجانب الاداري موجود، جانب الاخلاق والجانب الاخلاقي. الحقيقه انا معاك في
الملاحظة دي بعد سنوات من عمل حضرتك مع الكابتن الخطيب في مجلس الكابتن الوحش وأيضا في الكابتن مع الكابتن صالح سليم. هل كان الكابتن الخطيب يتعامل داخل المجلس في وجود المايسترو مثلا أو وجود الدكتور عبد الصالح الوحش الخطيب عضو مجلس الإدارة أم الخطيب اللاعب المشهور؟ هو الخطيب عادة يعني ما بخدش مواقف قوية في الأمور دي، إنما في مجلس الكابتن صالح الوحش لأن كان في تفكير، كانوا بيقعدوا بره يرتبوا نفسهم فكان بيقول معاهم كما يعني. مين يا فندم اللي كان بيقعدوا يرتبوا؟ حسن حمدي والخطيب. الدورة دي ما دخلش الكابتن صالح ودخل كمال بحافظ، مظبوط؟ سنة هي دورة 84 مش هي اللي دخل فيها كمال بحافظ كان الوكيل ودخل على الرئاسة مع الكابتن الوحش والكابتن الوحش نجح. أيوة وبعدين لم تكتمل بعد 3 سنوات وأجريت انتخابات باستقالة 5 أعضاء تمام. ودي كانت المرة الأولى. كان أنت بتقول حضرتك في يعني كان في تربطات قبل المجلس. ما أنا قلت لك إن هي كانت مدبرة لإسقاط عبد الصالح الوحش. تمام. أستاذ حمدي، بداية أي مجلس بتبقى صعبة، وأعتقد إن مهندس محمود طاهر حقق إنجازات ولكن استمرار الإنجازات هو الأصعب. هل حضرتك شايف في ال 12 ملف لل 12 مرشح على أعضاء مجلس إدارة مع المهندس محمود طاهر قادرين على استكمال الإنجازات؟ قادرين. ليه بقى؟ أن بقيادة المهندس محمود طاهر اتعملت إنجازات في وقت قياسي وفي ظل أصعب وأكثر ظروف تعقيدا. من أول أسبوع قضية عليه، قضية ضد المجلس، يعني مش هقول من اللي وراها إلى آخره، وبعدين قرار بالحل، وبعدين في تعيين فيرفض التعيين 6 من الأعضاء ويستقيلوا. تخيل بقى راجل بيشتغل بنص أعضاء المجلس وفي ظل ظروف وضغوط متواصلة، ضغوط متواصلة، فيقدر يعمل اللي عمله ده، معناها ان لديه هذه القدرة ان هو يواصل. فما بالك بقى ان بالعدد الاقل وبالظروف الصعبة والضاغطة تماما عمل ده، ما بالك بقى لما يبقى معاه مجلس كامل وأعضاء القائمة أو أعضاء المجلس بهذا المستوى، وبالتأكيد مش هيبقى فيه الضغوط اللي كانت موجودة قبل كده، فإذا ممكن يستمر ويضيف، وهو عنده وهو عارف طبعا النقاط اللي ممكن تستكمل من خلال الملفات اللي هو قالها. فلا أنا معاك، ده ممكن ومؤكد إن مش بس هيحافظ على ما حققه من إنجازات جيدة، لا ده هيضيف ويضيف ويضيف. أستاذ حمدي، الانتخابات الماضية ابطلت بسبب الجهة الإدارية والجهة المركزية من وراها وزارة الشباب والرياضة. نحن الآن أمام نفس الموقف ولكن بطريقة مختلفة. بالأمس صدر من مركز التسوية والتحكيم في اللجنة الأولمبية دائرة الموضوع لهليوبلس الشروق بدخول الأعضاء الفروع والتصويت. النهاردة احنا عندنا الشيخ زايد له حكم محكمة قضاء إداري، وعنده يوم الأحد القادم أيضا حكم للمحكمة في دائرة الموضوع لإيقاف الانتخاب. هل أنت ترى سيادتك أن الالتفات على أحكام القضاء تحت أي مسمى، هل من الممكن أن ندخل بعد إجراء الانتخابات في نفق مظلم، وهل هذا من الممكن أن يكون مدبرا وأن يكون هناك نية غير حسنة؟ يعني وأنت لك خبرتك القانونية يا خالد بالقانون والمنطق، حتى من حق الأعضاء أن هم ييجوا ويقولوا زي ما كان من حقهم ومن حق أن احنا نعمل الجمعية العمومية الخاصة في المقرين، مظبوط، وكل ده، إنما في شيء ما وراء الأكمة. تمام. يعني ما هو هذا الشيء؟ في يعني حالة تربص من اللجنة الأولمبية
وبعض الناس، مش عايز اقول الوزير شخصيا لان الوزير صديق وكله، انما يمكن بعض الناس بيصوروا له ده يعني موقف الله اعلم. انا ما اعتقدش ان ضد محمود طاهر شخصيا، ان محمود طاهر راجل مش تصادمي، انما قد يكون لصالح جهه اخرى في يعني مجاملات لجهه اخرى الى اخره. فاللي بيتم حتى وقتنا هذا ده لجنه التظلمات بتاعتهم، اللجنه الاولمبيه دي حسمت كل الموضوعات اللي امامها الا الاهلي، وبسهوله. طب ده يدل على ايه يا فندم؟ ها؟ يدل على ايه؟ لا يدل على ان النوايا مش طيبه. وارجع بقى للي قاله خالد، ان احنا بننظر برضو للقضيه دي بحذر شديد جدا، وبرغم اراء القانونيين الكبار ان لا ما دام القانون معاكم جو اهيد مالكوش دعوه، انما برضو لازم تحطها في اعتبارك. بس النهارده في مشكله ممكن يقع فيها المجلس الحالي. المجلس الحالي لما ارسل للجنه الاولمبيه وقال لهم انا هدخل اعضاء الشيخ زايد، ايه رايكم؟ ما ردوش رد، قالوا نفذ اللائحه الاسترشاديه. اخشى ما اخشى اذا جاءت لجنه التسويه او جاءت حكم محكمه القضاء الاداري وتجرى الانتخابات ويصرف فيها الملايين، ويرجع اللجنه الاولمبيه اذا كانت اللجنه الاولمبيه هي التي تتحدث ولم تكن واجهه لاي ناس اخرين، فيرجع يقول لك احنا ما قلنا لكش ما تدخلش الشيخ زايد، انت اللي ما وضعتش الاسماء. ونرجع تاني وندخل. وانا اخشى ما اخشى ايضا ان تيجي الانتخابات وبعد ما تتعمل، وانا بحذر من دي، وبعد ما تتعمل حضرتك الانتخابات وينجح من ينجح، يجي بعد كده تيجي لجنه من المديرين، مدير التنفيذي ومدير النشاط الرياضي ومدير المالي، وتجري انتخابات بعد 45 يوم، وهذا ما اخشاه. يعني في ظل بقى المناخ غير الطبيعي ده، خشيتك لها مبرره. اه. وفي سبب اخر، حكايه ان الشباب والرياضه القاهره والجيزه هم اللي يشرفوا على ده كده. عايز الجيزه دي تجي لك حضرتك، ده الجيزه. وانا لغايه الان ما اعرفش ماذا تم في الموضوع، انا كنت موجود الصبح في النادي والامور متجهه الى الجيزه، مع ان اللائحه الماده 16 في الاسترشاديه بتعطي الحق لمجلس اداره النادي انه يجيب حتى موظفينه. بالظبط. واحنا بعتنا رسمي للجنه الاولمبيه ان بناء على الماده رقم كذا في القانون ان مجلس الاداره له الحق او عليه ان هو يعني يستخدم الموظفين اللي في المؤسسه او في الاهلي في الانتخابات. عملناها في عملها النادي الاهلي في اللائحه الاسترشاديه. في اللائحه ما فده موجود بشكل مباشر، فبعتنا لهم هذا الكلام، وعاوزين يجوا ناس من شباب الرياضه يجوا مشرفين، ما فيش مانع، انما اللي يدير العمليه موظفين المجلس بيختارهم من الموجودين العاملين، وده حق رسمي. ده من لائحتهم. ومن اللائحه بتاعتهم. طيب استاذ حمدي، في كلام يقال على ان مجلس مهندس محمود طاهر مش مركز او مش محقق انجازات على في الملفات الرياضيه، وان هو معتمد فقط على الانشاءات والى ذلك. حضرتك ترد ازاي على هذا الكلام؟ ده انا بالعكس، انا شايف الانجازات الرياضيه فاقت ما تم تحقيقه في مجال السابقه. اولا، لاول مره في تاريخ الاهلي وربما في تاريخ اي نادي في افريقيا يحصل على بطولة افريقيا في ثلاث لعبات جماعية، اليد والطايرة وال قد يكون في العالم يا فندم. وفي العالم. لأول مرة. ده إنجاز رياضي ولا مش إنجاز رياضي؟ طيب هل بالنسبة لبداية والباقي بقى أنت أنا بس أنا آسف بس انقطعت حضرتك. أنا بتكلم إن دائما بداية أول يعني أول بداية لأي مجلس إدارة بتبقى صعبة جدا وشديدة الصعوبة. كيف رأيت بداية المهندس محمود طاهر مقارنة ببعض المجالس الأخرى؟ لا، هو بدايته احنا اتفقنا ان هي كان بيشتغل في ظروف معقده جدا. نمسك الفريق الكوره، خد الفريق وقد اعتزل منه نجومه الكبار اللي هم يعني نجوم المنتخب الوطني، مثل
فكونه هو يقدر يلم الامور ويعمل مش فريقين يعني انت عندك دلوقتي تقريبا اللي على الدكه لا يقل عن اللي في الملعب وبعدين يكسب الدوري ويكسب الكاس والسوبر مرتين والكونفدراليه وبعدين خد بالك يكسب الدوري والكاس بدون هزيمه والحمد لله ماشي لغايه دلوقتي يعني حتى مع الموسم الجديد ماشي يعني هل هناك انجاز رياضي احسن من ده؟ ما اعتقدش. هل عوده كابتن حسام البدري للقياده الفنيه للنادي الاهلي شيء يحسب لمجلس الاداره؟ بالتاكيد. والحفاظ عليه واستمراره لان هو حسام البدري لسوء حظه تعرض لضربات معينه اثرت في الجماهير فيعني فقد جزء من الشعبيه هو مش مسؤول عنها بالعكس ده المفروض ان هو الجمهور شايف النتائج بهذا المستوى يرتبطوا بيه ارتباط كامل انما طبعا فيه شغل تمام لمحاوله ارباكه وتشويهه الى اخره. طيب البعض يتهم المجلس ب يعني هنقول ان الانعطاف قليلا عن قيم ومبادئ النادي الاهلي وهيبه النادي الاهلي، هل هذا موجود يا فندم؟ دي نقطة. يعني هيبة النادي الأهلي قلت ولا زادت بعد الإنجازات الرياضية على المستوى الداخلي والخارجي وكل ده؟ قلت ولا زادت؟ أنا عايز بس يا فندم دايما لما بنيجي بنعرف حتى سواء في القانون أو في العلوم السياسية بنعرف الشيء ما هي الهيبة لكي نتحدث عن فقدانها أو عن ازديادها. وإذا تحدثنا فيجب أن تكون مجردة. كمان في شيء وسيادتك يعني انا اصلا انا بسمعها مكرره كثيرا وبسمع ان احنا القناه خرجت عن النص الاعلامي فانا قلت لهم طب يا جماعه عرفوني انا بقالي 30 سنه بس مذيع ايه هو النص الاعلامي اللي خرجت عنه زي ما يجي اخر ويقول لك الاختراق الاعلامي من ابتلينا بهم في الاعلام وهم في ارذل العمر تخيل لما تبدا في الاعلام وانت في ارذل العمر تطل على الناس في الشاشه واحنا بقالنا سنوات والنادي مخترق مخترق ممن؟ يعني أنا عايز أعرف لما بتسمع كلمة زي ما قال فاروق قيم النادي واختراق والنادي مخترق يعني كيف تستقبل تلك الكلمتين؟ لا أنا بخبرتي بستقبلها بابتسامة وأقول يعني هكذا يكون السعي إلى محاولة إثبات الوجود دون أن يكون لديك ما يبرر وجودك أو في المنافسة من الاصل لو عنده ما يبرر وجوده في المنافسه بانجازات معينه بتاريخ معين انما بقى ما فيش ده ارمي بقى اي مصطلح ده مخترق ده كذا وبعدين ما معروف عشان قالوا ان في بعض الزملكاويه سواء صحفيين او كذا موجودين في النادي الاهلي الوضع موجود في الزمالك وفي اعضاء اهلاويه في الزمالك وفي اعضاء عندنا هنا في الزمالك في الاهلي الزمالكاويه لا يا فندم انا حصل معايا شخصيا مع الكابتن صالح في التسعينيات تسلمت من المركز الاعلامي للنادي الاهلي كان وقتها الصديق العزيز عصام الحسن الذي اصبح فيما بعد رئيس تحرير مجله الزمالك تسلمت منه وهو كان معين من قبل الكابتن صالح رئيسا للمركز الاعلامي وعصام الحسن معروف بزملكاويته زي ما انا معروف باهلاويته يعني ما بقول لك دي حاجات بقول لك عشان كده بقول لك يعني ايه ما تشغلش نفسك قوي وراء الحاجات دي هي بالونات بتترمي بس مش ليها صدف الانتخابات يا فندم؟ ليها صدف الانتخابات عند البعض على الاقل يعني انما هتصطدم بالواقع اللي موجود والانجازات اللي موجوده وباقل مستوى من الفكر المتواضع ان هتضحط هذه الامور كلها ايه ايه الهيبه اللي راحت؟ ايه المقيم والمبادئ اللي بالعكس ده لما هتحلل بقى هتلاقي ان القيم والمبادئ بتاعت الاهلي بتنضرب ممن يتحدثون عنها. استاذ حمدي باختصار استاذ حمدي ايه اللي موجود في قائمه المهندس محمود طاهر غير موجود في القائمه المنافسه؟ لا يعني هو اولا موجود مستوى اداري متخصص محمود طاهر ما تنساش ان هو رئيس مجلس اداره اكثر من مؤسسه صناعيه واقتصاديه مصريه ودوليه فلديه هذه الخبره
اللي ساعدته في تحقيق ما حققه. فده شيء بالتأكيد ما فيش مجال للمقارنة. نمرة اتنين، من واقع الخبرة وطعم الإنجازات وسعادته هو أو سعادة الناس بيها، دفعته لتفكير في المزيد والمزيد والمزيد. القائمة الأخرى يعني التاريخ موجود، أين هي الإنجازات وأين هو إلى آخر، يعني بصفة عامة يعني. تمام أستاذ حمدي، أنا مش عارف ذاكرتي تخانتني ولا لأ، في انتخابات 92 ولا 96 اللي أقيمت في أول مرة، كان لسه فرع ولا 94 اللي كانت أول مرة نادي مدينة نصر وأول مرة تفرز فيها الأصوات في صالة الأمير عبد الله الفيصل، أنا متذكر ساعتها وكأن الأمر الآن، كنت سيادتك في آخر صندوق وكنت متفوقا على المهندس هشام سعيد، يعني لو كنت أنا نسيت فحضرتك صحح لي. وبعد ذلك مش فاكر هل ساعتها النور اتقطع أو حاجة، مظبوط كده يعني، أنا كويس إن أنا لسه فاكر. وبعدين تم قطع النور، ورغم إن أنا كنت سابقه بأصوات، أنا مش محتاج الصندوق اللي بقى ده. تمام، يعني حتى لو خد ده كاملا أنا مش محتاجه، أنا سابق مش عارف ب 248 صوت واحد. تمام، ففجأة قطعوا النور، والرئيس اللجنة المستشار أعلن النتيجة بفوز المنافس الأخير. طلب من سيادتك ساعتها أن تذهب إلى قسم قصر النيل وتفعل، حتى أنا متذكر أن أحد الموجودين طلب من حضرتك دي وأنت رفضت. ده مش أحد الموجودين، ده مأمور قصر النيل، وكان موجود حتى بلبسه الميري. قال لي أنا مستعد أشهد رسمي بأن حصل تزوير علني، وإن مش بس كده، جالي اتنين محامين وفي شهود بقى، يعني واحد كان قال أنا عميد كلية الزراعة أنا حاجة أشهد ومش عارف كله، قالوا هنعمل قضية وأنت مش هتدفع ولا مليم، بالعكس هنطلب لك تعويض و فقلت لا أنا مش معقول هرفع قضية في النهاية. ما هو أنت عارف بيحصل بقى هنا أمور، يعني هتقال بقى ده رفع قضية على الأهلي على النادي، مع ان هي القضيه على من زوره، انما سهل قوي رفع بالونه بتاع الله ده راح يرفع قضيه على النادي وعلى الاهلي وكده. فقلت لهم لا انا مش هرفع قضيه ولا غيره. طيب استاذ حمدي، تحدثنا عن اللجنه الثقافيه لحضرتك او برامجك في اللجنه الثقافيه، عايزين نعرف من حضرتك المنظومة الإعلامية، حضرتك برضو هتكون مع حضرتك ملف الإعلام، إيه الجديد اللي حضرتك هتقدمه؟ ده سؤال مهم يا فاروق. أولا النادي الأهلي يمتلك منظومة إعلامية قوية وكبيرة، القناة اللي احنا فيها، المجلة، المركز الإعلامي، مواقع التواصل، وراديو الأهلي أو إذاعة الأهلي اللي هنطلعها قريب إن شاء الله. فدي كلها محتاجة يعني بعض الأفكار نتبادلها مع بعض ونشوف إيه اللي ناقص هنا ونزوده، إيه الجديد خالص اللي نضيفه، ده ممكن جدا بحيث يبقى صوت الأهلي من خلال المنظومة بتاعته صوت قوي جدا ويصل ويكتسب شعبية بعد شعبية بعد شعبية. ومثلا حكاية إن الأهلي حتى الآن جمهور الأهلي لا يشاهد مباريات الأهلي على شاشة الأهلي، برضو ده موضوع رغم أنه هو محتاج دراسة اقتصادية وغيره وغيره نفكر فيها بالتأكيد. في جديد بقى أن أنا إن شاء الله لو فيه يعني توفيق هنبدأ نعمل حاجة أنا عملتها زمان لما كنت عضو مجلس إدارة لأبناء أعضاء الأهلي المتفوقين دراسيا، كنا بنعمل لهم احتفال وحتى احتفالات فنيه كمان غنائيه وغيره وياخدوا جوائز وكذا، ابناء الاهلي المتفوقين دراسيا. هنقول بقى هنا المنظومه الاعلاميه ممكن تفيد ايه، ابناء اعضاء مجلس اعضاء الجمعيه العموميه اللي هم بيدرسوا الاعلام او تخرجوا من الاعلام وما بيشتغلوش، تتاح لهم فرصه التدريب، ومن يعني تثبت يعني كفاءته ممكن يكون له تواجد هنا. وده حتى انا هعملها مش من داخل المنظومه الاعلاميه هنا بس، حتى مع قنوات واذاعات اخرى خارج النادي الاهلي.
بحيث ان احنا نعمل يعني قاعده من الاعلاميين من ابناء الاهلي بشكل مباشر. عندنا الاهلي ابنائه يعني ابنائه في زخم. انت عندك 147 الف لازم هيكون عائله. اه طبعا وفيهم موهوبين وفيهم بالتاكيد غير بقى الموهوبين برضو كويس انك نبهتني الموهوبين فنيا الموهوبين كذا هنقدر نتبنى ونديهم فرصه من خلال المنظومه الاعلاميه ومن خلال المسابقات اللي هنعملها بالتنسيق مع الوزارات المعنيه. وحضرتك كنت عضو مجلس اداره في منتصف الثمانينيات كنت تتخيل او تحلم ان انت يكون فيه ده كده زاد ايه؟ زاد فرع زايد زاد فرع التجمع واستاد. كان ممكن تيجي في مخيلتك كل الاشياء دي؟ لا الحقيقه ده فوق الخيال. ده انا هقول لك على حاجه. فرع مدينه نصر. اه. كاد يجهض. ازاي يا فندم؟ اولا الارض اللي كنا واخدينها تحولت الى مقلب زباله. كان مين اللي واخد الارض يا فندم؟ كل اللي بيبنوا بيرموا الحجاره هناك. كان في عهد مجلس كابتن صالح؟ الارض اتاخدت في عهد كابتن صالح؟ لا احنا خدناها في عهد الفريق مرتجي. فريق مرتجي. اه. وحتى المشير ابو غزال انا كنت اعرفه من ايام حرب اكتوبر. فاحنا بنقول اتقال بقى احنا الجبال دي هتتشال ازاي ما بناقص بقى اتقال كده من اخرين يعني. داخل المجلس؟ من مجلس اخر. اه تمام. كذا فقلنا طب يبقى ما ايه نستغل بقى علاقاتنا. فانا بكلم المشير ابو غزال بقول له احنا عندنا وهو اهلاوي الى اقصى درجه. الجيش بقى يشيل لنا الحاجات دي. قال لي يا سلام قوي قوي. فوجئت ان الفريق مرتجي وهو بقى رئيس العالم دي كلها هو كمان كلمه حتى ضحك قال لي ما انا حمدي انت بتسبقني وبتكلم ابو غزاله ده انا كلمته وخلاص واتفقنا. واتشالت هذه الجبال من القمامه وبدانا نعمل نادي مدينه نصر نادي الاهلي في مدينه نصر. كان خلاص يعني قيل بعدها ننساه بقى الموضوع ده. فتخيل بقى دلوقتي تقول هل انا كنت اتخيل ان هيجي اليوم ده؟ لا الحقيقه اللي بيحصل ده فوق احلامنا. ده انت عندك كمان نادي التجمع الخامس. عندك نادي الشيخ زايد وهكلم عنه تاني كقطعه من اوروبا. لا انا عايز اكلم حضرتك كمان على عندك الاستاد. الاستاد. استاد الاهلي. واستاد الاهلي برضه مش كلمه رمت كده هنعمل استاد. لا ده اتضح ان الراجل شغال فيها من سنه ونص او سنتين. وسفر ولقاءات مع شركات مع الشركه اللي عملت بايرن ميونخ استاد بايرن ميونخ التحفه الى اخره والناس عملوا دراسات وعملوا تصور الى اخره وظن اتعمل مؤتمر هنا والناس جم اتكلموا ففي خطوات شغاله. وعلى فكره عشان اقول اعمل استاد ده انا لازم اقعد الاول زي ما هو قعد سنه ونص او سنتين التصريح وانت عارفين البيروقراطيه اللي عندنا زي بالظبط ارض التجمع الخامس عشان تاخدوا الارض دي اولا وزاره الاسكان والتعمير ومش عارف ايه كم جهه لازم تروح تجيب منها تصريح. فده كله شغالين فيه وكل ده في زمن مضغوط جدا. فالاستاد نفس الوضع والاستاد بوضعه وبالتصور اللي تم التوصل اليه هيبقى برضه مفخره لمصر. يعني او مش هيبقى مجرد استاد بس ده فيه متحف وفيه 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 حاجات كتير قوي. بالاضافه لان هو هيبقى حسب المقاييس الدوليه دلوقتي ما عادش حكايه ال 100,000 والحاجات دي انما هيتعمل بالشكل اللي هو بيقول لك يكفي انه يكون زي استاد بايرن ميونخ. متفائل حضرتك بالجمعيه العموميه بوعيها الكافي؟ والله هي الجمعيه العموميه في 2014 أثبتت أنها لديها من الوعي والإيجابية والقدرة على الاختيار السليم. كان ده واضح جدا. كان في منافسة طبعا أيامها ومحمود طاهر نجح باكتساح. طب هل المنافسة في هذه الانتخابات هتكون أقوى؟ المنافسة هتكون أقوى. ليه يا فندم؟ يعني القائمة الثانية وفي برضو شعبية الخطيب وخبرات أكتر في الانتخابات فبرضو الأمور والإعلام برضو بنسبة ما
للجانب الآخر شغال أكتر، فدي أمور قد تجعلها منافسة أو مش عايز أقول معركة يعني، عملية صعبة إلى حد ما. ممكن تنجح قائمة قصاد قائمة زي المرة اللي فاتت، ولا من الممكن أن يكون ائتلافي أو يكون كوكتيل؟ والله أنا بأتصور أن أنا أتمنى طبعا أنها تكون قائمة كاملة. تمام. ليه يا فندم؟ لا، بيبقى فيه نوع من التجانس ونوع من التفاهم، وخلاص الناس قعدوا طول فترة الانتخابات مع بعض، فبقت يعني مشاعر أسرة مع بعض. تمام. بالتأكيد. إنما ممكن جدا يحصل ده، إنما مش هيحصل بشكل كبير. مش هتبقى منفرة يعني. مش هتبقى منفرة، مش هتبقى عدد كبير لو راحوا هنا أو هنا. طب أستاذ حمدي، كلمة للجمعية العمومية للنادي الأهلي قبل الختام. والله أنا هقول لأعضاء الجمعية العمومية، أنا أثق تماما أنكم عندكم القدرة والوعي والإيجابية، هذه الصفات الهامة جدا التي ظهرت في انتخابات 2014، وأقول أنكم من حسن الحظ ومما يسهل وييسر الأمور بالنسبة لكم أن أنتم أمامكم حاجات على أرض الواقع واضحة ومحددة، وأنكم بتتابعوا وشفتم شغل القائمتين، ومن هنا الأمر في النهاية متروك لكم. إن أردتم مزيد من الإنجازات للنادي الأهلي أنتم تعرفون الطريق. أنت نورتنا يا ريس، وأنا شرفت بالجلوس تلك الدقائق مع حضرتك، ويعني دائما ما يقال أن جلسة مع حكيم خير من قراءة 1000 كتاب. شكرا لك يا أستاذنا. شرفتنا يا أستاذ حمدي، وشرف لي يا فندم أن أنا أكون معكم. الله يخليك، أنا سعيد أن أنا أكون معكم، وبالتوفيق إن شاء الله، والتوفيق للأهلي في كل الاحتمالات وكل المجالات إن شاء الله. شكرا يا فندم. ده كان لقائنا اليوم مع الأستاذ حمدي الكنيسي نقيب الإعلاميين وأحد المرشحين على قائمة المهندس محمود طاهر. كده بيبقى حلقتنا خلصت، وانتظرونا غدا ومرشح آخر، ودائما الأهلي ينتخب والأهلي فوق الجميع. سلام عليكم.